بزاف ديال الناس خرجوا مؤخرا كيصوروا موائد الافطار ديالهم وكينشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، شنو تختار تقول؟ واش غادي نقول لك؟ الله يهديهم، لان كاين واحد الانسان عنده وكاين واحد ما عنده شيء، ونطلبوا الله يهديهم وصافي. هادشي اللي غادي نقول. في نظرك علاش كيعملوا هادشي؟ واش عمدان ولا ما عارفينش؟ الانسان كيبغي يتباهى مع راتيتو وصافي، يعني الا عرف خاه ما عنده شيء راه ما يقدرش يعمل ديك الشيء هذاك، ولكن طلبوا الله زعما يردوا البال هاد الظاهره اللي حاليا، يعني واحد الدرويش عنده واحد ما عنده شيء، صلى الله في العون. انت عن نفسك تقدر تعمل هاد الشيء؟ واش غنقول لك؟ انا ما نعملهاش، ولا عملتها راه ما نعملهاش يعني بالقصد، فهمتي؟ هذا هو الانسان الغلط اللي كيطيح فيه. شي واحد رد عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي قال لهم ودي بلي عنده التليفون والتعبئه والويفي كيشوف فيسبوك، راه عنده حتى هو الافطار غير بارطاجي مع راسو. التليفون ولا عادي يعني ماشي شي ثمن باهظ، فهمتي؟ يعني اي واحد كي ماشي شي ثمن، يعني 30 فاتينا بالتليفون. فهمتيني؟ الله يبارك فيك. شكرا. الله يودي، الله يجازيك بخير. وكنقولوا لهاد الناس الله يهديهم، راه كاين الناس اللي ما خدامينش جالسين بلا خدمه، والكورونا هذه الله خرجت، الناس كيصوروا اللحام يصوروا داك الشيء، ما خدامش شو معلم داك الشيء اللي كيدير ما خدامش صراحه. الله الخدمه ديال الدراري هذه كتسمى. في نظرك فعلا دابا في المغرب 2022 كاين الناس ما لاقيش ما تاكل؟ كاينين، علاش؟ يعني هذوك الناس كيشوفوا ان كل شيء بحالو، كل شيء عنده. اه هو كيفتخر براسو عنده الفلوس، وواحد اخر ما عندوش، مسكين ما عندوش باش يتعشى، عنده الكره راه واحد فيه. كاين اللي عنده الدراري بزاف الله يحسن العوان، عاوتاني الخدمه ما كايناش. شنو الرساله اللي تقول لهاد الناس هادو؟ الله يهديهم، دابا نقول لهم القوم يديروا الخير يديروا احسن حاجه. لكن ما يبقاوش يعملوا هادشي هذا. شي ما خصهمش يديروه بصراحه. الله يرحم والديك. شكرا. الله يا اخي ما كاين حتى مشكل. الله يبارك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.